تخيل فقط أن يكون فصلك بهذا الشكل، فيه علف للبهائم وعربية وسجادة وأشياء عجيبة غريبة. ما شاء الله تبارك الله، هذا الشيخ شرف الدين كتب المصحف كاملا وانتهى من المرحلة الأولى وبقي عليه التشكيل والضبط، هذا الذي بقي لك يا شيخ شرف؟ أسأل الله. ما الذي تبقى له الآن يا دكتور إسماعيل؟ الذي تبقى له الضبط، وهو وضع الهمزات فوق أو تحت أو على السطر والعلامات الوقف. هؤلاء الطلاب ما هم؟ هؤلاء الحفظة، هم الذين في المرحلة الأخيرة تقريبا. ماذا يصنعون؟ هم إذا حفظوا يكتبون، ثم يكتبون ويأتون عند الشيخ للتصحيح. ما شاء الله، يعني هنا الشيخ يصحح لهم ما كتابتهم، طريقة الكتاب. هذه هي مرحلة الستو؟ نعم. التي يكتب الطالب فيها القرآن كاملا عن ظهر قلب. نعم. على الألواح. نعم. فإذا اجتاز ينتقل إلى كتابته على الورق. نعم. الأساتذة يضعون الأوراق للامتحانات خلف بعضها، هنا يضعون الألواح فوق بعضها، ثم يأتي الطالب هذا فيصحح له الأستاذ ما كتبه في هذا المكان. الله أكبر، والله إن هذا أعتبره من إعجاز القرآن. هؤلاء الطلاب والمشايخ لا يعرفون شيئا عن العربية، ولكن مع ذلك يعرفون الأخطاء الموجودة. والله لو اختفت جميع المصاحف عن وجه الأرض والله لأملينا القرآن من قلوبنا. الله أكبر، من صدوركم. لا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ماذا تقول دكتور إسماعيل؟ على أثناء التصحيح يحدد له المتشابهات، مثلا يقول هذا هم خمسة في القرآن أو ستة أو ثلاثة، يحدد له الموصول والمقطوع. يعني الأستاذ هنا يحدد له الموصول والمقطوع. نعم. طيب يا شيخ فضل، أينما كم مرة وردت موصولة وكم مرة وردت مقطوعة في القرآن الكريم؟ طيب أينما وردت الموصولة في أربعة مواضع وبقية المواضع مقطوعة. مقطوعة. مواضع الموصولة؟ فأينما تولوا فثم وجه الله واحد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اثنين. أينما يوجهه لا يأتي بخير. ثلاثة. أين